وفي ظل التغطية المستمرة وتواجد الزملاء في المشاعر المقدسة، ينضم إلينا من جسر الجمارات مراسل إخبارية زميل خالد الربيعي. أهلا وسهلا بك زميلي خالد، كيف تقرأ لنا الأوضاع لديك؟ نعم فيصل، في أول أيام التشريق لا زال حجاج بيت الله الحرام يقومون بأداء نسكهم في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، ومنذ فجر هذا اليوم خرج الحجاج إلى الجمرة الوسطى الصغرى ثم الوسطى ثم الجمرة الكبرى، وذلك تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. كل هذا يأتي كما ذكرت في أكثر من مرة أنه يأتي في طبعا منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين. أتحدث هنا وأنا في جسر الجمرات، المنشأة العالمية الضخمة. طبعا يوجد نظام الرصد التابع لقوة الطوارئ، حيث رصد من الساعة السابعة وحتى العاشرة 498 ألف حاج دخل إلى الجسر، فهذا بطبيعة الحال يعطيك أرقام دقيقة لأعداد الحجاج. بالتأكيد نصف مليون حاج في هذه، وعلى كل ساعة يتم رصد أعداد هؤلاء الحجاج. ذكرنا كثيرا الأعمال التطوعية التي يشارك بها القطاعات الخيرية في خدمة الحجيج. نتحدث مع العقيد مبارك الخريف، طبعا مدير التطوع في الدفاع المدني. عقيد مبارك، كلمنا عن أبرز ما يقدمه رجال الدفاع المدني في منشأة الجمرات تحديدا. حييكم أولا في منشط من مناشط العمل التطوعي في المديرية العامة للدفاع المدني، وهذا يأتي ضمن سلسلة من الأعمال الجليلة التي يقدمها متطوع الدفاع المدني. الحقيقة للمتطوع الدفاع المدني تواجد كبير جدا في المشاعر المقدسة، والآن نحن في الجمرات عند الجمرة الوسطى. لدينا في الجمرات ما يقارب من 300 متطوع ومتطوعة، كلهم ذوي تخصصات طبية عالية جدا. متطوعين ينتشروا في جميع مرافق الجمرات، ولنا تنسيق مع المراكز الصحية في الجمرات. الحقيقة أنه التطوع سمة بارزة لشبابنا السعودي، وأبلوا بلاء حسن في إظهار الوجه الحسن، وأنه الشاب والفتاة السعودية على قدر عالي من المسؤولية، وأنهم محبون للعمل التطوعي الذي تقاس به الأمم من حيث رقيها. وأنا أرحب فيكم في المنشط هذا. الحقيقة احنا نركز على مجموعة من الإصابات اللي غالبا ما تنتشر في أوساط الحجاج، اللي هي القدم السكري والإجهاد الحراري وضربات الشمس. أيضا متطوع الصحي للدفاع المدني يقدمون مختلف الرعاية الصحية والإسعافية لكافة الحجاج بمختلف شرائحهم. شكرا عقيد مبارك، أحد المتطوعين الشباب الدكتور محمد الفيلاني، يعطيك العافية دكتور. الله يحييك. يعني كلمنا عن البرنامج الصحي التطوعي لكم أنتم. طيب، البرنامج الصحي التطوعي في الحج هو برنامج ننظمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي لهذه العام 11. تميز البرنامج في الست سنوات الأخيرة بشراكته بالتعاون مع الدفاع المدني، واعتباره أحد الفرق التطوعية مع الدفاع المدني. هذا التعاون تمثل في تقديم التسهيلات للمتطوعين والفرق التطوعية، تسهيلات في الوصول إلى المواقع في الميدان، تسهيلات في تقديم الخدمات اللي يقدمها الفرق التطوعية. الفرق التطوعية والمجموعات من المتطوعين والمتطوعات يقدموا الرعاية الصحية للحجاج، يباشر الحالات أو ينقل الحالات إلى أقرب منشأة صحية، بحيث أنه الحاج يتم يعني معالجته بشكل سريع جدا. شكرا دكتور محمد. اسمح لي أخي فيصل، بس أيضا بعد متطوع الأخت عهد، الله يعطيكم العافية، كلمني عن أبرز البرامج التطوعية اللي تقدمونها هنا في الحج. إحنا البرنامج الصحي التطوعي للحج، تنظيم الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وبالتعاون مع الدفاع المدني طبعا أولا وأخيرا. نحن نخدم كافة الحجاج، أبرزهم مرضى السكر، أقدامهم، الجروح اللي تصير لهم، أيضا ضربات الشمس، بعض الحالات الطارئة اللي نكون شوية صعبة علينا وعدم توفر إمكانياتي الكافية، نحيلهم إلى أقرب مركز صحي. طبعا نعطيهم الخبر أو بالتعاون مع الإسعاف يعني لو كانت الحالة غير قادرة على الوصول إلى المركز الصحي. شكرا دكتورة عاهد، الله يعطيك العافية. فيصل،
فيصل، هذه لمحة سريعة عما يقدمه رجال الأمن وأيضا رجال الدفاع المدني بالإضافة إلى الرجال والنساء السيدات المتطوعات في خدمة حجاج بيت الله الحرام. لمحة أكيد جميلة، هناك أمثلة عديدة تقدم الخدمة للحجاج. زميلي خالد الربعي كنت معنا من جسر الجمرات، شكرا لك.